أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تبني التطوير والإبداع والابتكار كنهج راسخ يصل بالخدمات الحكومية إلى المستويات التي تلبي تطلعات المواطنين وتعزز تنافسية مملكة البحرين، لافتا سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تسخير كافة الإمكانيات والموارد اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات الحكومية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وذلك بما يدعم تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر القضيبية بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة الفريق أول، معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، ومعالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن بن محمد الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، بمناسبة تدشين مملكة البحرين جواز السفر الإلكتروني الذي يحتوي على أبرز التقنيات الأمنية في هذا المجال، ويعكس الحضارة البحرينية العريقة ويبرز مدى التطور والرؤية المستقبلية، ويكفل تسهيل تجربة السفر للمواطنين من خلال تسهيل عملية الانتقال والعبور في المطارات، حيث نوه سموه بأهمية هذا المشروع في سياق مبادرات تطوير الخدمات المقدمة لأبناء الوطن، شاكرا لجميع القائمين عليه ما بذلوه من جهود طيبة، لافتا سموه إلى مواصلة التطوير والتحديث لمواكبة التطورات والتكنولوجيا وتوظيفها في مختلف المبادرات ومسارات التنمية. وأكد سموه حفظه الله على استمرار مملكة البحرين في تبني المبادرات التي تعزز تميزها في مجال تقنية المعلومات وتعزيز التحول الإلكتروني وفق أفضل الأساليب التي تسهل على المواطن وتعزز جودة الخدمة الحكومية. من جهته رفع معالي وزير الداخلية خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يوليه سموه من حرص واهتمام بمواصلة تطوير وتحسين الخدمات الحكومية بما يلبي احتياجات المواطنين.